أرحب بجابر عساخ عضو كنيسة عن القائمة المشتركة. أستاذ جابر أهلا بك. بداية، لماذا رفضت أو امتنعت القائمة المشتركة عن التصويت على هذا المقترح أو مشروع القانون؟ أول شيء مساء الخير لك والمستمعين، وكل عام وأنتم بخير. امتنعنا عن التصويت لصالح هذا المقترح، مقترح التعديل، لأنه في يعني تاريخيا منذ بداية الطريق، منذ بداية قانون القومية، نحن في اختلاف المواقف مع كحول لبان التاريخية، حتى كمان بعد ما تفككت. هم يطالبون بتعديل القانون ونحن نطالب بإلغاء القانون إلغاء تاما. عمليا الإلغاء يعني هو المطلب الشعبي، هو المطلب الحق، وعملية التعديل هي بمثابة يعني تجميل لقانون. ولو صوتنا مع التعديلات هاي فمعناها أنه إحنا بنقبل القانون مع التعديلات، ولكن إحنا نرفض هذا القانون. أستاذ جابر، على ماذا ينص هذا التعديل أو هذا المقترح؟ المقترح تبع غدير مريح عمليا ينص على إدخال كلمة المساواة في القانون، ولكن يبقي عمليا جوهر القانون العنصري، إنه هاي الدولة هي للشعب اليهودي فقط، وعمليا اللغة العربية في اقتراح غدير مريح يعني درجة ثانية، إحنا لا نقبل بهذا. عمليا القانون الأساسي هو يقول إنه لا حق لأي كان من الشعوب الأخرى غير الشعب اليهودي أن يكون له حق تغيير المصير في هذه البلاد. هذا القانون يكرس يعني يهودية الدولة ودونية العرب في هذه البلاد، هذا هو جوهر القانون، وهو جوهر عنصري. نعم. ولا يمكن يعني أن نقبل به. أستاذ جابر، أيضا حزب كحول لبان رفض تعديل مشروع هذا القانون على عكس ما وعد به في وقت سابق، كيف تنظرون يعني إلى هذا الأمر؟ يعني أقول لك إيش، كحول لبان تاريخيا حتى لما كانوا كحول لبان ويش عتيد وكل المجموعة مع بعض ما كانوا يعني مع إلغاء القانون، وإنما كانوا وعدوا بتعديله، ولكن اليوم هن في الحكومة، وعمليا كونهم في الحكومة الظاهر بمنعهم من أنه يوفوا بالوعدات اللي وعدوا فيها. فعمليا اللي صار إنه كحول لبان ضحكت على الناس، أخذت آلاف الأصوات عند العرب، وبالتالي يعني قانون القومية هن لا يعدلوا حتى، ونحن نرفض التعديل. هل أنتم ستستمرون في عملية المطالبة بإلغاء هذا القانون بشكل كلي، وكيف ستسيرون وتمضون في هذا الأمر؟ الحقيقة إنه يعني دائما نتحدث عن هذا الموضوع، ولكن الفترة الحالية فترة الأزمة، جائحة الكورونا وإلى آخر، العمل الجماهيري غائب تماما. قبل أسبوع إذا أنا مش غلطان، إذا غلطان بكون أسبوعين، كان في عندنا كمان اقتراح قانون لإلغاء قانون القومية، طبعا اللي رفض من قبل الائتلاف الحكومي وصوتوا ضده، فكان الاقتراح لنائب يوسف جبرين. وعمليا نحن سنواصل في البرلمان ونأمل أن تعود الحياة إلى طبيعتها، ونستطيع أن نباشر كمان العمل الشعبي والجماهيري ضد هذا القانون. الأستاذ جابر عساخ، عضو الكنيسة عن القائمة المشتركة، لك جزيل الشكر.